اهلا بيك، وهنرجع الترند تاني. ازاي تقدر تحول الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي، صورك انت ومجانا من غير ما تدفع ولا جنيه. انا مش هطول عليك في شرح الفيديو، بس ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، وتعال بينا نشوف التليفون بتاعنا تنزل التطبيق اللي اسمه ديسكورد. التطبيق ده تلاقيه موجود منه الرابط في اسفل الفيديو، تضغط عليه ضغطة كده وتفتح وتعمل تسجيل دخول عن طريق حساب الجيميل أو رقم تليفونك. الموضوع بسيط جدا، مش محتاج أي تعقيدات. دلوقتي بضغط على علامة القارب اللي قدامك دي ضغطة واحدة كده، وبتنزل هتلاقي في هنا في جروبات هنا في الجنب كتير قوي. بتنزل هنا على أي جروب، تضغط على مثلا أي جروب هنا زي ده كده، تمام. وزي ما أنت شايف دي الصور اللي أنت أنت المفروض تحولها، وزي ما أنت شايف كده دي صورة تقريبا قرد هنا، ودي صورة نم. هو بس مجرد انك بتبعت رسالة لميد جيرني علشان يقدر يحول لك الصورة دي. طيب المفروض عليا ان انا بعمل ايه؟ انا مثلا دخلت على الجروب ده، وزي ما انت شايف دي الصور المفروض احولها عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني في ملايين دلوقتي بيستخدموا من التطبيق ده. زي ما انت شايف كده هو بيقدر يحول الصور دي، يعني مثلا ممكن يعمل لك اكلة زي ما انت شايف بالصور دي كده. ده صور واحد عامله هنا افاتار، تمام. تعالوا بقى كده نشوف الصوره بتاعتنا هنعمل فيها ايه. انت بتضغط على علامه الزائد اللي موجوده دي علشان تبدا ترفع الصوره اللي موجوده عندك جوه الجهاز، ضغطه واحده كده وبتقول له سنت. بس خلي بالك لازم تراقب الصوره بتاعتك تشوف هي رايحه فين وجايه منين. ضغطه واحده تاني كده واعمل سنت، علشان ساعات الصوره ممكن تتوه منك، لازم تعرف هي الصوره بتاعتك فين. مثلا تبدا تدور عليها كده، حاول ندور عليها. زي ما انت شايف دي الصوره، خلاص انا بخرج من دي، بضغط على الصوره ضغطه واحده كده علشان بضغط على الثلاث نقط اللي فوق، وبقول له هنا شير، وبقول له انا مثلا انا هضغط على الواتساب وهعمل ارسال رساله على الواتساب. طيب خلي بالك بقى من المفروض ان انا اعمله، بنسخ الكلام ده تاني، بتقول له هنا كل الكلام ده انا عايزه يتعمل لي هنا كوبي، تقول له هنا نسخ، وبترجع تاني للتطبيق نفسه اللي هو تطبيق ديسكورد، وترجع هنا خطوه كمان. هنا هتبعت رساله تقول له انا عايز التطبيق ده يعمل لي صور زي اللي انت شفتها قدامك دي، عاوز صوره زي دي او صوره زي دي مثلا. بعمل ايه؟ بروح ببعت رساله للتطبيق، بقول له هنا سلاش، وبتكتب اي ام، وبتضغط على اول واحده تظهر لك هنا، بتعمل سبيس او بالمسطره عندك ضغطه واحده كده تعمل سبيس، وتقول له هنا لصق، بتعمل لصق للكلام ده. بص بقى انت هتكتب معايا الكلام اللي انا هقوله لك ده، بتعمل هنا كوما بعد كده سبيس، وبتكتب تي او دي دي ال اي ار، وبتعمل هنا كوما سبيس، وبتكتب هنا سي واي بي اي ار بي يو ان كي، وبتعمل برضو كوما سبيس، وبتكتب ان اي او ان هنا كوما سبيس 8K، ممكن تعملها 4K لو انت عاوز براحتك. هنا 8K، وبتعمل ايه تاني؟ كوما سبيس شرطه شرطه، تمام، وبتعمل V سبيس، وعندك هنا 4 لو بتستخدم الاصدار الرابع. وهنشوف كده تعمل سنت والصوره بتاعتنا تتحول ازاي. تضغط على كلمه سنت كده، وبقول لك هنا جرى، يعني استنى كده شويه، جرى الانتظار ان هو بيعمل بيبعت الرساله لميد جورني. زي ما انت شايف كده هي الرساله اتبعتت، بس انت لازم تدور عليها، تدور عليها انت بنفسك. ادي الصوره هنا، دي شكل الصوره، تمام. هو بيقول لك هنا 0% بيبدا يعمل تحسين للصوره بتاعتنا. شوف انا كنت ماسك اصلا صوره التليفون، شوف هيحولها لي الصوره شكلها عامل ازاي. طبعا لو الصوره اختفت منك حاول انك تطلع او تنزل تحت شويه علشان تشوف الصوره بتاعتك راحت فين. المفروض تدور عليها لان في ملايين من المستخدمين بيستخدموا التطبيق ده، مش انت لوحدك اكيد. وزي ما انت شايف كده ده يعني دي الصوره اللي هي يعني قدر يعملها الذكاء الاصطناعي معايا هنا. تضغط هنا على العلامه اللي فوق دي وبتضغط على سيف، وتعالوا بينا نشوفها كده في معرض الصور. بتروح عندك هنا على الجاليري، بعد كده بتروح عند التنزيلات، وزي ما انت شايف دي الصوره قدرت احولها زي ما انا عاوز. طيب ونفترض مثلا ان انا عاوز اخلي الصوره بتاعتي دي تبقى مثلا كينج، او اعملها مثلا فرعون، تمام. بخلي بكتب هنا داش واكتب اي ام تاني، واستنى الاول واحده تظهر لي، بعد كده ايه شرطه هنا او سبيس،
بعد كده اقول له لاست تمام، بتكتب هنا تعمل سبيس وتقول له هنا كينج، وتقول له هنا سبيس شرطه شرطه في 4 وبتعمل سنت. ونشوف الصوره بتاعتنا هتتحول ازاي، هتبقى كينج ازاي. طيب نشوف كده، خلي بالك دي الرساله بتاعتك، يعني حاول لما هي تتوه منك حاول انك تدور عليها. وهنا عمال يعد هنا ل 31%، وزي ما انت شايف ده كده الشكل النهائي للصوره بتاعتي. زي ما احنا قلنا بتقدر تحفظ الصوره، بتضغط على الثلاث نقط اللي فوق وتعمل سيف عندك على الجهاز، وبكده قدرت تعمل او تحول الصور بتاعتك عن طريق الذكاء الاصطناعي لافاتار، او تحولها لكرتون، او تحولها لاي حاجه انت عاوزها عن طريق تطبيق ديسكورد. لو احتجت اي حاجه تقدر تتواصل معايا في الكومنت وارد عليك ان شاء الله، والتطبيق ده هتلاقيه موجود في الرابط بتاعه في التعليقات او الوصف. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.